مرحبا بنا عندكم يا ناس الخير. كي العادة معكم الشيف أمين في قناة النهار تي في دائما من الساعة الثالثة إلى الساعة الرابعة مباشرة. نعملوا معكم وصفات شابين هايلين وقلنا لكم جيبوا لكم انفيتي أبارتي دوزوردوي. عندكم لي زانفيتي اللي يفتح السكرية كما نقولوا احنا أصحاب بكري ها؟ اللي يفتح السكرية. واحد الإنسان ما شاء الله عنده محتوى ما شاء الله ويعني حرفي 100%. واسمه الحرفي عنده لاباج تاعو ولا المحتوى تاعو اسمه الحرفي. هو حرفي تاع الصح باتم معنى الكلمه. عبد اللطيف مرحبا بك. صحه رمضانك. صحه رمضانك. وشرفتنا في الكوزينه تاعك. الله ينورك. الشرف لي يا ربي يحفظك ان شاء الله. الله يشرفك. ربي يحفظك. شكرا على الاستضافه. ربي يحفظك ان شاء الله وربي ينورك خويا العزيز. صحه ربي يحفظك. يا دراك واجد شويه قصره وطياب وطياب فيزوت. هذه هي كي تقول حرفي الطبخ حرفه من الحرف. كلش كل حاجه حرفه اللي تندار باليد. وانت الحرفه اللي هي انت سبيسياليست فيها اللي هي نخدم البلاكو بلاتر دونك ديكوراتور. ديكوراتور ديكوراتور سبيسياليتي بدينا بالبلاكو بلاتر ومن بعد زدنا ديفلوبينا. باك نعطيكم النيميرو. هاوي انا تاني دوك لازم شد فيه هكذا قول له كاش ما تريقلينا خويا. مرحبا بك. مرحبا. المهم ان شاء الله باش نضيفوا بك وعندنا سويعه تاع قصره رانا رايحين نقصروا ونضحكوا وندو من عندك المعلومات الكل. طيب. لكن من قبل هذه ما هي الا حصه طبخ. نمدوا المقادير ونمدوا المنيو تاعنا تاع اليوم. الو حبيبي جلب الجمعه والله حبينا نكبروا به واش نديروا له؟ حريره شابه بري سامبل نديروا له المتوم او هاي بري سامبل ثاني ونديروا له لحم الحلوب بالتشينه. ما شاء الله بالتشينه بالبرايك لا سيزون دام بروفيتيو منها او ماكسيموم. المقادير على بركه الله. باش تخدموا الوصفة الأولى اللي هي الحريرة عندكم صدر تعجاج أو إنكويس تعجاج، حبة بطاطا مقطعة أوم تيدي، حبة زرودية مقطعة أوم تيدي، زوج حبات نتاع طماطم مرحية، 150 غرام أو 200 غرام نتاع الحمص، شوية سكنجبير لوفخي سكنجبير يعني حشيش نعناع، شوية نتاع قارص، زوج سنينات نتاع الثوم، طماطم المصبره، وعندنا بيان سور فارينا والخل باش نديرو العقده نتاعنا. تقدروا ديروها بلا لوفور بولونجير الخميره تاع الخبز. الناس بكري يديروها بها ديك العقده، حنا نديروها بالخل وايضا الفارينا. عندنا لي زيبيس ولا التوابل كي العاده، ويعني كما نقولوا حنا نروحوا للاصاله. عندكم الكرويه بابريكا شويه قرفه شويه ملح شويه فلفل الكحل بيان سور، والمارغارين ماتينا اللي رانا حين نخدموا بها. اول شيء راح نديروه نشعلوا النار ونقصر مع خويا او ميم طون. دونك قلت لك الحرفه سي تري امبورطون في بلادنا. وكيفاش نتايا جاتك الحرفه في راسك هديه؟ قول لي حبيت نعرف يعني كيفاش باش كان عندك الميول باش تروح للصنعه هذه اللي هي ديكوراتور دانتيريور. تري بيان. بون الانسبيراسيون تاعي جبتها من عند الوالد رحمه الله. الله يرحمه برحمه الله. انسان حرفي. ايه. وملي كنت صغير كنت نمشي معاه لي زاتولي نشوف لا كومونيكاسيون تاعو مع لي كليون. نعم. الحمد لله وستان كرياتور. الله يبارك ربي يرحمه. كان يسكيلتي الحطب. حب يقول عطانا لا باز هذه انا والفرونجان تاعي. ايه. انا وخويا. اليوم تكيم جاري بها. تحياته ربي يحفظه ان شاء الله. انا وخويا عطانا لا باز عطاكم لو ميتي اكزاكتومون. والحمد لله انا باسكو حاله على ما اظن على ما اظن الانسان اللي راح يورد على ماله الحرفه كرم حاجه مليحه بالبزاف. كرم دراهم لدراهم خير. والله غير انا نشوف هالحرفه اخر نقدر عليها شي شي 50% الحرفه 50% دراهم. يا مليحه الحرفه مليحه. ربي يحفظك ان شاء الله ربي يسديك. لا لا الحرفه مليحه. قال لك اللي عطيت له الحرفه راك عطيت له دراهم مدى الحياه. اكزاكت. ماشي دراهم يخلصوا لكن الحرفه تبقى حرفه اليدين. دونك وخدمت ديجا في الطبخ في ميدان الطبخ. خدمت في ميدان الطبخ. دور زربطك شويه في خدمت ميدان. خدمت شويه. ما شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله. وكيفاش تشوف هاد 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 الاكسبيريونس هذه في ميدان الطبخ؟ ميدان الطبخ؟ ايه. والله غير شوف بون يا كي تقدر تقولي لحقنا وقت وين حبسنا لي زيتود حبسنا القرايه. نعم. ايه.
نشفى الطبخ بروبوزاو لي الوالد الله يرحمه هو اللي قال لي دير الطبخ باسكو الشيخ الله يرحمه كان يحب المرميطة اكزاكتومون اكزاكتومون هو كان يميل في هذا الدومين ثاني الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه هو اللي بروبوزا لي الطبخ نعم وما شاء الله دخلت في الميدان هذاك تعرفت على ناس به اللي بميدان تاع الطبخ اللي عرفت باللي النقاه هو الاساس في الحرفه قوي قوي هي 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 الروح هي الحياه هي اللي تمنتوني الحرفه اون اكزاكتومون ما عندكش النقا كوزينتك ما يصح الدوم اكزاكتومون عندك النقا راح تعيش تكون عندك طابونسي دوام الحياه طابونسي صح 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 صوت الو 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 السلام عليكم مساء الخير ام سجود سلام كيرك غايه رمضان مبارك سلمك تصومي بالصحه ولهنا ان شاء الله يا ربي واش راكي لاني غايه الحمد لله ربي يحفظك وانت يا لاني غايه الحمد لله والله الحمد لله الحمد لله يا ارحم الراحمين الحمد لله شوف امين لا تفضلي حاب نقدين قلب اللوز عاودنا قلب اللوز رمضان عي خلاص قولي لي عاودنا قلب اللوز عاودونا ما شفناهش البيع درتهم ما شفناه ما شتيش الوصفه تاع قلب اللوز لا ما شفتهاش تاكي حابه نعاودوه وعاودونا ولا في اخر حصه عطينا المقادير نعاود لك نعاود لك كاع الوصفه ماشي مشكل والبوزلوف في كوشه الله الله سيرتو في رمضان هاكي تاهي فينا روحي غير بالعقل هاكي تاهي فينا رمضان هدايا انا وخويا عبد اللطيف اللي راه معايا دوك يتسرع لي لهنايا بوزلوف في الكوشه الله الله ايا ديرونا ماشي مشكل والله غير باذن الرحمن افيك بليزير ربي يخليك وينور لك مقامك ان شاء الله ان شاء الله يا ربي فيك ربي يحفظك ان شاء الله تحصركم الله يسلمك الله يسلمك الخلود دونك لهنايا نروحوا للوصفه الثانيه نقطع كلامك بالعسل عندنا المتوم نسحقوا 500 غرام تاع لافيون تشوفوا كيفاش قطعتها لافيون دو فو تقدروا تخدموا بلانيو الاساس نتاع الوصفه هو الغنمي لكن حبينا نبدلوا شويه حين نخدموها بشويه بقري دونك حكمنا من روم ستيك على 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 يعني في غالب الاحيان وين الروم ستاك يكون ناشف شويه لكن يشد روحه على بها دينا من روم ستاك كنا قادرين ندو مجارين نقدروا ندو من يعني من الكتف ولا لكن اخترنا اليوم ان نخدموا لو مورسو تاع الروم ستاك او لا ترونش غراس او لا بياس روند هادو ما كاع تقدروا تدو منهم دونك هنا خدمنا 500 غرام هكذا لقيناه قطعناه بهذا الشكل هنا عندنا كيلو نتاع فيونداشي الوغ هنا تبناها باش نربحوا شويه وقت ثلاث سنينات نتاع الثوم شويه ملح كمون حبه بيض عقدنا بها وزدنا المعدنوس من الفوق اللي نكملوا ندخلوه بهذا الشكل هدايا قلنا باش نربحوا الوقت من بعد راحين نبداو نديروا الكوايرات دونك لهنايا غير تبدا يتحمر لنا شويه الدجاج تاعنا فوالا دونك هاد الوصفه هادية ماهيش كومبليكي بزاف نتاع تعلمتوه سهله يعني الانسان نيمبورتو كي يقدر يعملها دونك تزيدوا 300 غرام تاع حميصه حبه تاع بصل تكون مقطعه اون فيدي وعندكم شويه تاع ايضا اللوز طوريفي واربع حبات نتاع البيض اللي راحين ديكوري بهم طيبين الافا الو الو السلام عليكم وعليكم السلام كي راكم هايا وانت يا اختي سمية مغيليزان نعم سمية مغيليزان الله يبارك ربي يحفظك ان شاء الله ويحفظ كل الناس غيليزان الله يسلمك ربي يحفظك ربي يحفظكم ان شاء الله ويعطيكم ما تمنوا غيليزان وال الحريره تاع الحريره تاع غيليزان الله يبارك ها فيش احدها الله الله ايوي ربي يحفظكم ربي يحفظك ربي يحفظك يا درا بغيت نقول لك شوف امين ماذا بكم ديرونا تحليات هكا وكاع شهر رمضان كاين واش من التحليات حابين نديروها لك تاع البرتقال ولا تاع الليم ولا هكا بيان سي راهم جايين كريمات اللي رايحين نخدموهم باذن الله بالبرتقال بالليمون نديروا ديفيرين كدا رايحين نفيدوكم بزاف ها رمضان هذا وين بدا روحوا غير بالعقل برك ها غير بالعقل برك ربي يحفظك اختي وربي يعلي مقامك ان شاء الله ويعطيك ما تمناي ان شاء الله ان شاء الله هذه تحياتي لعائله بو العرس مغيليزان نعم ايه ربي يحفظك ويحفظكم وتحفظكم ربي يحفظك وسلمي لي على كل ناس غيليزان قولي لهم قالكم الشاف امين نحبكم بزاف بزاف ان شاء
يسلمك ربي يحفظك. ربي يحفظك وربي يعطيك ما تمنى ان شاء الله، بارك الله فيك. ربي يسترك ان شاء الله الاخت، بارك الله فيك. والله هنا نديروا يمتي كويار نتاع الكرويه. الكرويه سي تري امبورطون في الحريره، من 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 لي زيبيس دو باز نتاع الحريره. هنا نجيبوا شويه ثوم نحطوه لهنا وشويه نخليوه لافا. نزيدو ناخذو شويه زنجبيل، سكنجبير، نقطعو ام تي مورسو بهذا الشكل كيما راك تشوف. نحيولو كاع الوسمو تاعو ونقطعوه بهذا الكيفيه هاديه ام تي مورسو بهذا الشكل، ونخليوه لداخل يطلق لوغو تاعو اللي لازم. كاين اللي يخدموه بال يعني بالديزيدراتي اللي يكون اون بودر، حنا نحطوه هكذا بهذا الشكل، شويه تاع حشيشه والنعناع. فوالا نحطوه بهذا الشكل ونخلو شويه لافا. نجو لهنايا، حطينا لهنايا الماتينا تاعنا تسخن، كي تولي هكذا لو لا كولور تاعها تولي مارون، شغل شغل نوازيت كيما يقولوا. نحطوا لا فيونت نتاعنا ونخلوها تتقلى بعقلها. فوالا ونخلوها تتقلى بهذا الشكل هذا. نجيو لهنا بيان سور، نجيبوا شويه ملح، شويه فلفل الكحل، شويه بابريكا، وشويه تاع الكركم. فوالا ملح، قلنا فلفل الكحل ايضا شويه، ما نكثروش غير شويه. انت تحب لي زيبيس لا ما تحبش لي زيبيس؟ وين نحبهم. احكي لي حاجه، حبيت نعرف حاجه انا اللي بزاف الناس يتسائلوا، كيفاش المعامله تاعكم مع لي كليون في الديار؟ في الديار يعني كي تكونوا في الديار وكذا، كيفاش لو كومبورتمون تاع الانسان اللي يكون داخل دار تاع زبون اللي يطلب منك يعني انك تادي له تخدم له دار ولا تخدم له؟ كيفاش تكون لابروش تاعكم؟ كيفاش تكون المعامله معه؟ لابروش ديجا عندكم، كيفاش يعني لو برومي كونتاكت، كيفاش يكون وكيفاش تكون المعامله؟ اكزاكتومون. بون يكون تواصل، سا ديبون من داك نطيحوا مع زبائن يعرفونا ديجا ولا عندهم صحابهم خدمنا لهم ديجا. من عمه. ومن داك يعيط لنا زبون هكذا مواقع التواصل الاجتماعي. انا عمه. صناعه المحتوى، من يزكي لك زبون هكذا؟ بيان سور. يعني لو كان يعرف يحب يعرف اكزاكتومون شحال. نديبلاسيو لعندو، نديبلاسيو لعندو، نقدروا نعرفوا سوا واش حاب اكزاكتومون. نعم. باسكو انا واش نقدر ننصح بزاف خوتي، بون نهضر على الحرفيين بصفه عامه. نعم. يقدر يابونسي في الدومين هذا ويولي داخل تخشي كونسي، باسكو من داك نطيحوا مع الزبائن. حابين يديروا ديكور مي ماهوش فاهمو اكزاكتومون. يطلب منك المعاونه كيما نقولوا حنايا لوجه الله كيما نقولوا. اكزاكتومون. دونك تقدروا تعاونوا الانسان بلا ما. ايه الو اسمح لي اقطع كلامك. الو السلام. مساء الخير الاخت فاطمه. سلام. واش راكي؟ واش راه الحمد لله. واش راهم الناس بالشارع سيدي؟ والله لاباس عليهم. بس ناس بالشارع نحبكم بزاف، خاصه صاحبي مراد وكاع ليكيب تاع الثوره. الله يعني. والله كاع راه يسلموا عليك. ربي يحفظهم ان شاء الله، وايضا ايضا الحاجة فاطمة ربي يحفظها إن شاء الله وكل أبنائها وأولادها، وربي إن شاء الله يجيب لها شفا شوية عندها، اكتفى شوية عيان الحاجة تاعنا، وربي يحفظك ويحفظ لك بناتك وولادك، أولاد ولادك ولاد بناتك، وربي إن شاء الله ينجحهم. واش راكي؟ ألو. أنا ماشي حاجة، أنا صغيرة طفلة. واش قلتي لي؟ يا وعلى بالي بنتي صغيرة، إحنا رانا نبلغوا سلامنا للناس بالشر من عند الطرف تاعك. ان شاء الله تولي حاجه وتروحي ديري حجه على الحج غير الكبار برك. واش بيك هذايا؟ والله راك مشرفنا بالوصفه تاعك. ربي يحفظك اختي، ربي يحفظك ويسجيك ان شاء الله ويعطيك ما تمني ويعلي مقامك يا درا. ان شاء الله انت ثاني، والله الله يعلي مقامك، والله راك مشرفنا في الجزائر. ربي يحفظك ان شاء الله، بارك والله الله. والله قال الوصفه تاعك ناجحين وكاع جربناها. الله يسترك، ربي يحفظك ان شاء الله، وعجبوكم ان شاء الله. ها؟ امين ان شاء الله. عجبوكم شويه؟ ها؟ عجبوكم؟ راكم تعودوا فيهم ساعه على ساعه، كي يكون عندكم الوقت. كي يكون عندكم الوقت عمدوهم شويه.
واتجو نتابعوكم تفرجوك عملنا قبل رمضانها. ربي يحفظك ان شاء الله ويسجيك وينورك يا ارحم الراحمين. ربي يحفظك الاخت. وتحياتي كل سكان بشار. تعرف بشار؟ لا لا ما رحت بشار. رحنا لها بيان سا. رحت لبشار جست عليها باساجي ما طولتناش فيها. بشار تعرف تشوف كيفاش بنيان تاعهم وكذا عباك صايس بير ناس كرامة ما شاء الله. ايه احكي لي كيفاش يعني كيفاش نولوا للنقطة تاعنا. نعاود نولوا للنقطة تاعنا. الوغ انا واش نحب دائما نقول في المحتوى تاعي هو مليح الحرفي يزيد يديفلوبي روحو بكالكو فورماسيون باش يقدر يولي كونسي بيان سور باش يعرف واش يخرج على مول دار بون كونساي اكزاكتومون بارابور لو كا اللي راهو فيه اكزاكتومون معاك اكزاكتومون وفي تقريبا في كامل المجالات اه في كامل المجالات باسكو كي نروحو في تفضل اسمح لي قبل ما نقطع كلامك بالعسل ان شاء الله نبدو برك الوصفه باش خليك تريح الاز تريم عين نخدموا دوكا الحمل الحلو حمل الحلو واش نحبوا باش نديروا بور 4 6 بيرسون عندكم 200 غرام نتاع لي برونو نوار لي برونو داجا عندكم يعني يقولوا العين حنايا 200 غرام نتاع ايضا المشمش الناشف 100 غرام نتاع زبيب شويه تاع سيترون شويه تاع الجلجلان و ايضا نخدمو بلي زامونغ اللي كنا اون لي زاتوري في ونسحقو ايضا السكر سكور اللي هو سكر بني لي سي فيتال اللي رايحين نخدمو به اتفضل خويا تكمل ايه طري بيان اسمح لي برك نولي لواحد النقطه ايه تفضل حمل حلو بتشينا بتشينا خويا عجبني انا عجبني عجبني بتشينا خويا العزيز بتشينا وشويه سيترون اللي راني درتو دوكا الله يبارك الله يبارك ربي يحفظك ان شاء الله ويسترك والمزهر بيان سور ما ننساوش المزهر ما من المزهر نخدموا به هذا قلنا النقطه كي يكون الحرفي كي ديفلوبي روحو يقدر يولي يكون ان كونسيي بارا يكونسيي فيه لو كليون بارابور لي كا اللي راهو فيه اه هو يعطي له يعني واش لازم واش باسكو كل دار لو كان نروحوا في الدومين برك تاع الصباغه العصريه اه الصباغه العصريه كاينين كالكو كولر تشوفهم في لي شوروم اه وما يخرجوش على الدار اللي راك فيها بارك الله فيك اه بارابور كاين بليزير دومين كانت وكان نكملوا في الصباغه العصريه دوك على بالي اصحاب الحرفين تاع الصباغه العصريه يقول لك علاش قاعد غير تهضر اه معليش بون لو كان نروحوا حنا كيفاش نقيسوا الدار اسكو الصبيغه هذه تخرج عليها ولا ما تخرجش عليها المهم اون جينيرال لازم تكون ان بون كونسيي ديجا للانسان قبل ما تخدم له اكزاكتومون تقدر ما تخدملوش بصح تكونسيي اكزاكتومون اكزاكتومون دونك لازم تكون بدرايه على كل المحتوى تاع الو الو واش راكي ام ساره صحه رمضانك وانتيا الحمد لله صحه رمضانك ربي يحفظك كل عام وانتم بخير صحه العائله تاعك وصحه رمضان قناه النهار ربي يحفظك ان شاء الله والضيف تاعنا بياسير عبد الله والضيف اللي راه معك ثاني نقولوا له صحه رمضانك صحه رمضانك صحه رمضانك ربي ولدي يكمل لك ما راك متمني ولدي ان شاء الله ربي يحفظك الميمه ربي يحفظك ان شاء الله ويعطيك ما شاء الله ما شاء الله ربي يخليك ان شاء الله ويحفظك ليلى الله يجعلها لك ديرها الله يجعلها في ميزان الحسنات ان شاء الله ان شاء الله ميمتي ان شاء الله هذا ما نقول والله شوف التواضع التواضع الدعاء النقاوه تعجبني تعجبني من كل شيء بروب ربي يخليك ربي يخليك ويحفظك ما شاء الله ربي خليك. شوف نقول لك كلمه ولدي خويا ربي يطيع لك وليداتك ان شاء الله يطلعوا على الطاعه جميع وليدات المسلمين ان شاء الله والجزائريين خاصه خاصه الجزائريين والله ديفا ولدي خويا امين ولدي ديفا شوف ما نكتبش انا دايره ورقه وستيلو نكتب في الوصفه تاعك ديفا ما نكتبش بصح شوف كي تعيط وحده كيما هذيك اللي عيطت وقالت لك فرحت من ديت الكوشه شوف والله صدقني بربي لا حطيت ستيلو قعدت نبكي ربي يحفظك ان شاء الله ربي كيما راكم تفرحوا الامه الاسلاميه ربي لازم لازم احنا قاعد جزائريين والجزائريين بيناتنا احنا نتفاهموا والله احنا نتفاهموا نتفاهموا بالغمزه بلا ما يطبعونا ولا لا لا ولدي اللي راه معاك ونقول له الله يكمل لك ما راك متمني امين حرفي عبد اللطيف الله الله شوفي كاش ما تحتاجي دوفي ولا نبعثه لك المستغانم يعاود لك الدار
الله افيك بليزير افيك بليزير شرف لنا بارك الله فيك. وليد عيله وليد عيله مكثر الله يبارك فيك. وليد عيله مكثر ما شاء الله. الله يرحمه ربي ان شاء الله يكثر من كياكم ان شاء الله. انا نقول لك غير كلمه ولدي امين ومن كوبي. تفضلي. شوف يزيد فضلك ويطول عمرك، هذه قاعد هذه نهديها قاعد جميع قناه النهار. شوف شو نقولهم. نقولهم لبستكم جميله الذي تبعث الحب وترسل الموضه للاخرين. ربي يحفظك. وكلمتكم طيبه التي تبني الصدقات الشرعيه وتذهب الاحقاد. والصدقه متقبله تسعد المسكين وتفرح الفقير وتشبع الجائع. ربي يحفظك. السلام عليكم وصحه فطوركم وتبقوا على خير والله يجعلها في ميزان الحسنات. ربي يحفظك وسلمي لي على كاع الناس من الصغانين وقول لهم قالكم الشاف ونحبكم. مرحبا بك امين ولدي. مرحبا بك في صابلات. ربي يحفظك. موسطاني مرحبا بك. سيدي الخضر صابلات عين تادلس سلامار كاع ولدي الجميع اللي راهي يسمك يطلب لي ربي صدقني لاني مريضه وزدتوا لي قوه على قوه. ربي يجيب الشفاء ان شاء الله يا ارحم الراحمين ان شاء الله. كاع ندعو لك ميمتي ربي يخليك وربي ينورك ويعطيك ما تمنى ان شاء الله يا ارحم الراحمين. ادعي لها خوتي العزاز يا ربي يشافيها ان شاء الله. لازم خويا يشافيها ان شاء الله. ايه كمل لي حبيبي هاك دي تشيكسي كبير خويا العزيز. الله تولي شوف مستغانم منا ما شاء الله ما شاء الله. لازم لازم كاين متابعين مستغانم يتبعونا ثاني ما شاء الله. ربي يعاونكم ان شاء الله. ربي يعاونكم. ايه كمل لي يعني انا هذه هي اللي راني لاصق فيها. راني حاب نعرف كيفاش التعامل في البيوت الجزائريين كي تدخلوا تخدموا لهم. تري بيان. شوف كاينه واحد الصفات لازم يتميز بهم الحرفي. ايه ماشي نقولوا مليح يتميز بهم، نقولوا لازم يتميز بهم الحرفي. تري بيان. عندنا صفات المصداقيه. لازم هذه هي لازم اول حاجه اللي تكون تتميز في الانسان المصداق. عندنا المصداقيه واش معناها بصح فهمها لي اكزاكتومون. عندنا احنا واش نقولوا ناس بكري واش يقولوا علموها لنا انا نقول نهضروا بها. يقول لك الكلمه قبل ما تنطقها تكون انت تحكم فيها. نعم من نهار تنطقها تولي تحكم فيك. صح صح باسكو كي نحكموا خدمه مع كاش واحد ولا نقولوا له رانا جاي نخدموا نهار فلاني. نعم لازم نروحوا له باسكو كل واحد عنده اشغاله. اكزاكتومون. ما لازم الكلمه وحنا بلا ما نخبوا عليكم خاوتي الاعزاز المشكل الكبير اللي راهو يدور في صحاب يقول لك الماسون واعر احلى غلاظ الله هضره يا اخيك عندهم زوج حوايج اللي رايحين يهبلوا لي زالجيريان فيهم لافونس عندهم لافونس كبيره بزاف توجور لافونس توجور عندهم لافونس وغير يدي لافونس ما يجيش. انا هذه اللي ما فهمتهاش. ايه لافونس دراهم يحكموا شوانط بزاف يحكموا منا 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 الشير يعني غير يشد لافونس. طريبي هكذا يا لازم تفهم الجواب. انا راني مرسول يا خاوتي وخويا عبد اللطيف على بالي بليكي لي طري كوراكت نعرفوا الي طري طري كوراكت وما شاء الله سي ان ارتيست الله يحفظك. وعنده يعني عنده متتبعين وعنده صدى كبير. حبيت نعرف هذه لا تكنيك. تري بيان. هذه من بكري تكزيستي. وي وي من بكري ودوك ان شاء الله نسيو نلحقوا نسي نفهمك في البوان هذا. فوالا بصح كمل لي كيفاش كي تكونوا كيفاش الكومبورتمون. اني جايك كاين فرق كبير بين انسان هاوي وانسان محترف. دوك الانسان الهاوي تلقاه يجي يخدم لك حيط ومن بعد يصبغ لك صور. ومن بعد يدني معك فريجيدر ويمونطي لك فارابول. هذا انسان هاوي يدير كلش يدير كلش. هذاك المصداقيه منا نقدر نقولوا ربي يجيب الخير باسكو الله يبارك او يخدم من تلفت له كم. وانسان محترف انسان محترف اكو وحدك قلت له بلي انت محترف. انسان محترف باين الانسان المحترف تلقاه عنده ميتي واحد ما بروفوندي فيه اكزاكتومون يعرفو على على يتشرع اكزاكتومون وتلقاه يتخصص في مجالات واخد اخرين اللي تابعين في الميتي تاعو. بار اكزومبل نقدروا نقولوا يخدم ليكتريسيتي يزيد يخدم مع لي كاميرا يخدم دونك توجور اللي في لي ديريفي تاع ليكتريسيتي اكزاكتومون. يقدر يعني يكون يخدم تريسيتي ويخدم لا ماسونغي دو باس بار اكزومبل. صعيبه بعيده عليها شويه باسكو كاين اللي يقول لك واش تخدم انا هذه هي اللي صرات لي يقول لك واش تخدم كلش صرات لي مع واحد جيستمو والله غير نحكيك انا نورمال نحكي على بالهم جزائريين. شوف كاين واحد يخدم كلش قول له تريسيتي قولك انا نخدم تريسيتي انا جبتو على جال تريسيتي ومن بعد هذيك كي نقولوا دير راح نجيب واحد يخدم لي
يخدم لي البلاكو، يقول لي خويا انا نخدم بلاكو، واحد يخدم لي تريسيتي، خويا انا نخدم تريسيتي. وانا قلت له يلاه يلاه يربح روح خويا العزيز، ما خدم والو فينالمون، ما خدم والو، ما تريسيتي اللي جا عليها ما خدمهاش، ما الا خدم حاجه تلقاها انت ما تكونش ساتيسفي به، ما تكونش فرحان بهذيك الخدمه، ماشي بروفيسيونيل، ماشي يخدمها. انا دوك نخدم كويزين، انا نخدم جو سي شيف كويزيني، مالغري كو نعرف نخدم الكاطو، بصح مانيش بروفيسيونيل. التخصص تاعك راهو في الطبخ، ما نقدرش نكون بروفيسيونيل فيه، انا تخصصي في الطبخ، يعني الطبخ راني 100%، بصح كي تقول لي لا باتيسري وك نخدم لك، لكن من المستحسن انك تشوف حرفي في هذا المجال هذايا، هذا المجال اللي خير مني ويعطيك المعلومه خير مني. كمل حبيبي. اكزاكتومون، تلقى الانسان المحترف تلقاه ما بروفوندي في تخصص، نعمه، ولا كان عنده في لونتربريز تاعو تخصصات فرعيه، نعم، ثانيت زعما نقولوا لونتربريز تاعو يخدم الكتريسيتي، ومن بعد يدخل في لاميناجمون انتيريور، تلقى يخدم لا بانتير، يخدم كاع واش كاين في لاميناجمون انتيريور. هذا واش تلقاه؟ تلقاه داير ميكرو انتربريز وداير فروع فيها، نعم، ويخدموا معاه حرفيين اخصائيين في هذاك المجال، فوالا، سواء في لا بانتير، سواء في لا بلومبري، سواء في الكتريسيتي، كيما يقولوا كل وكل حبيبي. اكزاكتومون، خدم وخلي الناس تخدم. اكزاكتومون، تلقاه سان ترافاي ديكيب، هذه عجبتني فيها، باسكو علاش حنا واش صارينا في الخدمه تاعنا في لي شونتي كيما نقولوا حنايا في لي شونتي، صار لنا الاحتكاك العائلي كيما نتوما في الكوزينات. اكزاكتومون، طرافاي ديكيب عندنا. اكزاكتومون، وحدك ما تمشي لكش الامور، ما تمشيش، ما تمشيش، احببت ام كارهت والله ما تمشي لك الامور، لازم يكون سند، والسند يجيك من كاع الفرقه، باسكو علاش تحكم ارتيزون يخدم البلاكو بلاط، لازم يجي البانتر اللي موراه هو اللي راح يبين له خدمته، مالقي الارتيزون هذاك خدم مليح. اكزاكتومون، لازم تناسق في العمل. بارك الله فيك، ربي يحفظك، هذا كلام صواب. والحمد لله، في بون رانا في صناعه المحتوى هذا، الحمد لله كاينين ناس اخصائيين عندهم محتويات كامل فروع في الكتريسيتي، في لا بلومبري، في كاع الفروع عندهم محتوى، والله غير انا نطلعوا لي لايف في الليل نتبادلوا المعلومات ونستفادوا مع بعضنا، داير نحيوهم بالمناسبه، كاينين اصحاب اصحاب اليوم يطلعوا معايا في لي لايف هم على بالهم كامل، ماشي يعني نجي نقلعج عليكم خاوتي، كاش ما راك تعرف كاش ما تعطونا ولا الله يبارك، الله يبارك علي عبد اللطيف، هاك معايا سيتيري يقول لك لي ماسو يضلك عندي ماسو والله غير يحبوك، لا لا تربحك يا عبد القادر، درت لي مشكل والله. دونك هذه هي، دونك وكيفاش تكون داخل البيت، كيفاش تكون الاحتكاك مع الزبون داخل بعضك، احنا الجزائريين عندك دوكا، سواء راه يبني ويعطي لك دار فارغه وتدخل تخدم انت، سواء عندك وين تخدم والناس تكون في المنزل. شوف كاين، نعاودوا نقولوا النقطه الاولانيه كي قلنا كاين صفات لازم يكونوا في الحرف، نعمه احنا عندنا برينسيپ نمشيو به، كي ندخلوا لدار الناس سواء تكون في لي طرافو ولا يكونوا ساكنين تماتك، يقول لك ادخل عمى وخرج عقون، ايه تما ما واش شفتك تعرف، ما شفت ما ريت ما سمعت، باسكو الديور جميع دار فيها اسرار. اكزاكتومون، فيها الحرم، حرمه البيت واش بيه. اكزاكتومون، اكزاكتومون. حبي يقول الو الو، مساء الخير الشيخ فتحي، واش راك؟ ياكم رمضان كريم، ربي يحفظك وربي يسترك وكل الناس غزوات خويا العزيز، وانت واش راك؟ يحفظك ويسترك ويسترك، ربي يخليك، ربي يخليك. واش كاش ما خصك كاش واحد حرفي نبعثه لك الغزوات، او عندنا عبد اللطيف اخويا ارتيست، ارتيست فنان، هات في الهدايا الله يحفظك اخويا. مرحبا به، مرحبا بعدنا الغزوات، ربي يسترك، ربي يسترك. واش راك خويا العزيز؟ لاباس، كيفاش مع رمضان؟ احكي لي. لا صافا بوينا بون، عمل الانسولين، ما نصومش. واش قلت لي؟ قلت لك انا ندير الانسولين كما تاع السكر. معليش معليش، ربي يجيب الشفاء ان شاء الله يا ربي، ونخرجوا هذاك كما قالوا المكتوب، نخرجوا بياسير هذاك صيام، وهذاك ماشي صيام، صيام يعتبر صيام، صيام بياسير يعتبر صيام، ربي يجيب لك الشفاء ان شاء الله يا ربي. امين، ونشكرك على الوصفات، ربي يخليك، نتبعوك يوميا، ربي يخليك. كاش حوت شويه هاد الايامات في غزوات، لا مفيه شويه، النار شويه موفيتون، شويه قليله يعني، قبل رمضان كان كاين الحوت، نعم، الميلفا والسعر لاباس،
كاع في رمضان شويه كاع شويه اه يزيد شويه يزيد شويه في السوم. بصح على بالك بلي قبل رمضان حكموا بزاف لا كروفات لا كروفات لا كروفات سيرتو لا بلونش هم دايرين بها حاله لا وا وا مزال 130 150 اكزاكتومون والنوع ديالها. كاين بزاف الناس ما يعرفوش واحد الحاجه هو انه غزوات من بين المدن الجزائريه للحوت فيها رخيص. يعني بالك لو كان نجو نديروا ان سونداج في الجزائر غزوات هي اللي تبيع بسومه رخيصه كاع الحوت في الجزائر. انا ما كانش على بالي غزوات ما شاء الله يعني حتى كي تكون كي تشوفوها انتم غاليه لينا احنا بالنسبه لينا احنا راهي رخيصه بزاف بزاف. خاطر نو باسكو الا اللي كيكون الموفيتون شويه الحوت اه ينقص سي نورمال كيكون الموفيتون يغلى حاجه اللي تنقص اوتوماتيكمون تغلى ان شاء الله. بعد لكم حكوطه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. احنا نجوا لتما احنا نجوا لتما اخويا مرحبا بك ان شاء الله. ونجيب لك عبد اللطيف معايا يعاود لك شويه ديكوراسيون اخويا مرحبا والله. بروفيتيو بروفيتيو شويه ولا لا لا اخويا حجه وفرجه في رمضان مور رمضان اخويا. ربي يخليك ربي يخليك مرحبا. وما نساوش ليكيب ما نساوش ليكيب تاع النهار مسلمين عليك كاع في الكوليس راهم يقولوا لك ربي يحفظك. زيدوا كي زادوا سمعوا بليك الحوت رخيص انت هما مرحبا بك. كاين واحد عندنا راهوك في الفريق عبد القادر يموت على كرشو دوكا راهو مغاشي كي رانا نهضروا على لاكروفات وكدا راهو مغاشي راهم يجيبوا له في الريحه هذه اوفيسيال راهم يفطنوا فيه. اقول له اقول له ستو له غادي مو سبادون مشوي. ربي يحفظك ربي هاو يقول انا جاي عبد القادر نورمال راه يجي الغزوات ما عندوش بروبليم وقت ما الحق الحق. ربي يحفظك وربي يحفظ كل سكان غزوات كل الجزائريين ياكم تبعوا فينا حبيبي. كمل لي فوالا انا كش ما كاين عفسه تحب نعاونك لا لا كمل لي احكي لي على الدومين اللي باسيونو احكي لي على لو دومين اللي كنا نهضروا في البيت بصح باك هادو هما اللي نحكيهم لك الاسئله دو كل الجزائريين يتسالوهم يتسالوا فيهم تما واش راني نهضر افوا اوت هما راهم يخمو فيهم افوا باس فوالا ايه كمل. قلنا جميع الدار عندها اسرار بيقول تدخل عما تخرج عقل اكزاكتومون طريبي. وكان واحد ماشي تقول شي واحد العقليه تكون في الحرفي بون ما نقولش نقول معظم الحرفيين ما نقولش كامل بصفه عامه معظم الحرفيين كان واحد العقليه تقول شي حاجه مليحه انا بور مو هذيك حاجه مليحه كي ندخلوا لدار الناس باش نخدموا حنايا عندنا الكونتاكت الاولاني مع مول الدار مع مول الدار بالاسره كما نقولوا هكذايا سي نورمال. هو يهضر بصح ما ديروش عليه بالاسره عمركم ما راكم راحين تخدموا شحال مول الاسره مول الاسره واش يهضر لكم كي يدخل للدار كاين واحد الحاجه يسموها وزيره السكن وزيره الماليه هي اللي ديسيدي هنيت زعما قولوا احنا تفاهمونا وياه قال عبد اللطيف اصبغ لي هذه بيضاء عارف ديك هاد تصبغ روز قال هادي صبغه لي خضره انا دي اللي قدام لي كانك ما حاش ندير هكذاك ايه باش شوفوا الاباء واش يسوفريو انا جاي النقطه هذه لاحظت يعني النقطه هذه فوالا ايه عباك في الهضره تاعو نقدروا نفيقوا واش هو حاب اكزاكتومون ايه سورتو الا قالنا راه مجاين يشوفوا الطفله ايه ام جاين عنده طفله ام جاين يخطبوها ايه حاب يقول نروحوا نبداو بالصالون خرجوا حاجه شابه ايه تما لازم تبداو باش نربحوا المصداقيه دير ايه ليرجونس سي نورمال نروحوا نبداو بها إيه. ولا قال لي دقيقة نروح نسقسي الوزير الداخلية. دير حسابك راح نبداو بالكوزينة. إيه تبدا بالكوزينة. نديروا لها ليكليرا تاعها نشعلوها تفرح بها هذاك هو الصح. راسك يحبس خو. إيه. ويكون الكونتاكت ومن بعد عباك كي نخدموا حنايا في كاش دار هكذايا. إيه. يكون عندنا احتكاك معاه 10 ايام 15 يوم من ذاك الشهر سي نورمال عباك تكون واحد العلاقه تقول شي وطيده اكزاكتومون تكون علاقه عائليه اختي ولو صحابك بيان سور من ذاك يعرضك العرس وليدو يعرضك سي نورمال باسكو علاش دخلك للدار ولا فات دخلك للدار ودار فيك ثقه ولا دار فيك ثقه راك فرد من افراد العائله فرد من افراد العائله صدقني يا هكذا سا مارش كوم سا كيما نقولوا حنايا سيرتو كي زاد شافك ايه مي يعني ما راكش الحمد لله جور كاين الناس يدخلوا الداخل اكزاكتومون هذه هي ولا شافك الانسان خلاص سيرتو لي بانشوف بكري
البانتر والانسان اللي يدخل دارك يخدم لك راهو حاجه يعني مقدسه في البيوت الجزائريه. اكزاكتومون كان نجيو حنا نتبعوا كما نقولوا حنا يا جدودناكم كيفاش 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 يتعاملوا مع هاد الناس وكذا. هنا تفهم انا نعطيك اكزامبل جدي الله يرحمه كان عنده بانتر مده 40 سنه هو يصبغ له ولا 50 سنه ويخدم معه. فهمت ولا ما فهمت؟ هو يخدم معه مصداقيه دايره. فهمت واش حبيت نقول لك؟ هاد الشيء اللي ما عندناش اليوم حتى تروح في اوروبا تروح في البلدان ولا المتطوره ولا المتقدمه سوني با اون كيسيون دو بري ماشي ماشي حكايه تاع سومه مش حكايه تاع مصداقيه. اليوم يخدم معاك تجي تخدم معايا في الدار تخدم عندي في الدار تخرج لي حاجه شابه وخاصه الثقه باسكو تقدر تخدم مليح لو كان يكون ضعف الثقه بيني وبينك ما نعيطلكش. فهمت ولا وتكون الثقه عاليه عارف بك هذا الانسان هذا ماكش تزيد تهضر معاه على الدراهم اكزاكتلي راك تهضر معاه على الخدمه كيفاش يخدم لك كيفاش كذا فوالا هذه هي اللي كنت حاب نفهمها لك انا. ايه كمل خويا العزيز. الور قلت لك يتربى واحد الاحتكاك بيننا وبين الكليون ما شاء الله تولي واحد الامور تمشي عجب كاع تري بيان. وكاينه حاجه واحد الكا واحد اخر اونزوطون نخدموا في بلايص يكونوا هذوك البلايص بعاد شويه على لافيل. ايه تكونوا على برا سي نورمال بعاد شويه على لافيل والناس ماشي ساكنين تما يكون بلاصه زعما سيتي جديده ولا اكزاكت كيما هذوما اللي راهم تاع لا ديال تاع دوكا اكزاكتومون. كيفاش نفطروا كيفاش نديروا؟ سؤال لهنا كيفاش رانا نديروا؟ بون انا درت هاد الحاله هادي درتها واحد كات فوا راح نتواصل مع القهوه جليل تماتيك واحد كش واحد عنده قهوه لتما ولا حانوت ولا ليمونطاسيون ولا نتواصل معاه يشوف لنا كاش مراه تسكن في الحي هذاك ماشي بعيد. ايه حنا نمونسيوني وقال انا 10 خدامين ولا قضيب الكومبورديس يديرنا بلا دي جور كل يوم. ايه مليحه ما شاء الله هذه روعه هذه باسكو كاينين بزاف ماكيتات في البيت منه. ايه يقدروا يغتنموا الفرصه يتعاملوا مع الحرفيين يكونوا في الزالون تور ما ماذا بينا ماكله نقيه تاع الدار حاجه سخونه. اكزاكتومون اكزاكتومون تسمى راكم راحين تزيدوا بالك مراه راكم راحين تكونوا سبه في الديبار تاع مشروع في بدايه مشروع. اكزاكتومون درتها انا دي كات فوا وكات فوا هذوك الحمد لله خرجنا عجبنا الحال باسكو ماكله نقيه ماكله سخونه عباك سير شونتي ماكله سخونه تنومها وي يعني معروف يعني الناس تاع الشونتي وكذا معروف لو روبا تاعهم اللي هو روبا فروا عندنا حليب خاصه عندنا ماسون على جال الغبره بزاف قرع البن على جال على جال الغبره ولا البن ولا ولا الياورت ناتير ولا والخبز هذه هي الوجبه المفضله عند لي ماسون. بزاف الناس ما يفهموش لكن يقول لك باش يصفي لي بومو يقول لك لانه الغبار تاع السيمان هو يحبطها هذه باسكو هنا تنخنق. بون ماشي غير في لي ماسون مام هضرك بكري دوك ما على باليش كيفاش مام في البلاكو بلاطر ولا في سبيغا منه نعم سي فري تيتيليزي الماسك تيتيليزي هذوك نعم هكذاك ما تفتح الغبار يجوز لك يقعد لك هنا باش تحطوه بشويه حليب اكزاكتلي باش تكفي ذلك هذا اكزاكتلي تحبيقوا الماكله سخونه سيرتو زمان شتاء سير شونتي عندنا واحد الاجواء فرحاني نقول لك تقوشي عرس اكزاكتومون لازم انسان كيما نقولوا حنايا يابريسيها اكزاكتومون تالمون ما كاش بزاف ما تلقاهاش يعني وهذه باش نقدروا نحقوها احنا وحدنا ما شويه ما نقدروش من المستحيلات يعاونونا السكان اللي كانوا اللي يكونوا في لي زونتور اكزاكتومون هذوك يبعثوا لنا اكزاكتومون يبعثونا ونشروا عليهم صا دي بون المفاهمه شحال تكون تفاهموا برك هذا مفاهمه ليسونسيال تكون كاينه مفاهمه هذا ما كان هذا هو الصح هذا ما كان يا خويا ربي يحفظك ان شاء الله وربي يسجيك ويعطيك ما تمنى. اليوم فتنا بزاف 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 صدقني غير فتنا بزاف كاينين كاين احتكاك صا دي بون من ذاك ما شاء الله من ذاك نخير واحد فينا شكون يطيب ايه كي نكونوا اون ديبلاسمون باتو في شونتي ولا سبحان الله إيه؟ خير واحد فينا ايه اللي طيب وحلوه كي تكونوا هكذا خدامين اون شونتي يعني تكونوا سير شونتي وما تزغدوش تكملوا الخدمه تاعكم فيها شارم فيها امبيونس فيها شارم شباب ما شاء الله سيرتو كي تكونوا متفاهمين بيناتكم وتكون القسره وكذا يعني ما شاء الله شوف عندنا زعما نكونوا ليكيب تاع اربعه ولا خمسه
ايه عندنا واحد يطيب. ايه واحد هذه بداله صافا إيه؟ دير لي يطيب يطيب كل يوم إيه؟ باسكو ما يحبش يطيب. وواحد يغسل يغسل الماعن وش كاين تسمى كشنا طحتوا في واحد ما يعرفش يطيب وعطيته له يطيب بالكم اودي هذيك يا لومبيونس تلعبوا بالخبزات تاعكم يا حبيبي هذيك هي تما تضحك وتشوف شوف عباك نشوفوا لي فيديو تاعك من داك سير شونتي بالليل اه بيان سير كاس ما تدو كاش معلومه كاش حاجه خفيفه كاس حاجه في يوتيوب هكذا نشوفوا كاش حاجه خفيفه ولا تقليه خفيفه تحليه اوه شحال نتبعوا هذوك سير شونتي عفاش يخفاف ما شاء الله والله ما شاء الله ربي يحفظكم ان شاء الله الله كاين بزاف راكم تفيدونا نهضروا صراحه صراحه عليك حنا علاش رانا هنايا رانا هنا باش نفيدوكم رانا هنا باش 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 تعرف بلي كل حاجه تبع حاجه تقدر ما تقدرش تكون حاجه وحاجه ناقصه فو دو تو ان بو دو تو بور بور فار ان مون يعني تو ما في شونتي وتحق طباخ اه سي نورمال يعني سبحان الله كل حاجه متعلقه ديريكتومون يعني مباشره او غير مباشره اللي لي مع 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 ان اوتر ميتي ان كورد ميتي اللي تا في الاول ما تشوفوش كاع تقول هذا واش جاب هذا الهدايا لكن تلقى في الاخير انه عندكم همزه وصل مع هذاك الميتي ولا هذيك الصنعه خاصه حنا لي كويزيني حنا وين تهضروا حاضرين ولا لا لا وي بارتو وين تحقوا حاضرين لازم نكونوا حاضرين وخلاص نقول في المحتوى تاعي نقول تحيه والتقدير من عند الحرافي ربي يحفظك ان شاء الله الله يبارك لا لا الحرافي الحرافي المحتوى تاعك وحكي لي المحتوى تاعك كيفاش راه دوك عند الناس اسكو عندك غير ناس موالين الصنعه اللي راهم يدخلوا لعندك او عندك يعني من 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 كل شرائح المجتمع شوف صحابي الحير صحابي هذو اللي نطلعوا في لي لايف منهم نعم كمل صحابي هذو اللي انا نطلع اللي انا نطلعوا كيف كيف في المحتوى هذو ايه يقول لك عبد اللطيف الحرافي هو مفترق الطرق تاع الحرافيين يتلاقاو كامل في المحتوى اكزاكتومون يتلاقاو كامل عندي اكزاكتومون قطع الكلام قبل عسل نتوما يا ناس الخير فاصل ونواصل لا ونديروا له ان بون دريساج في اون اسيات كروز يا درا عجبك الحال ما عجبكش الحال ما شاء الله مليحه صافا رانا ناجحين شويه الله يبارك هذاك هو الصح هذاك هو الصح خويا العزيز هذاك هو الصح يبارك الله يبارك حنا كي نعجبوكم نتوما الحرافيين الدنيا وما فيها ربي يرحمنا في هذا لحم لحلو كنت حاب نشوف الله كنت حاب نشوف نقول لك حاجه اخرى كاع بتينا صدقني غير حاجه اخرى والله شوف كيفاش تجي فوندون تشينا والله الله وتزين لك تزين لك تزين لك ايضا لوغو يعني تعطيك لوغو تزيد تعطيك لا كولور لداخل اللحم الحلو تاعك تحب اللحم الحلو نحبوه روعه شوف كيفاش تجي كيما حنا نقولوا في الميدان تاعنا نقولوا ما فيهاش التشوه البصري وي حاب يقول كي تشوف هذا كي تشوف لو بلا يكون تناسق تاع لي كولور اكزاكتومون كل حاجه طبيعيه كل حاجه في مكانها كل حاجه ما شاء الله دونك الانسان كيما نقولوا حنايا يخدم بما هو طبيعي ست سيزون وبلاد تشينا حنايا انا يحيروني لي يديروا الكيوي الداخل الكيوي بلادو لهنايا ماشي بلادو حنا بلاد تشينا اكزاكتومون حنا بلاد تشينا احبابنا ام كارهنا دونك نعطوا لها لا فالور نتاعها هنا ناخذوا موس صغيور تبع مليح ونديروا حبيبات نتاع البيت فوالا بسم الله بهذا الشكل فوالا دوك هكذا عباك كاين واحد المشكل صغير اه دوك يقولوا لي عاود لنا لا روسات اللي درتها مع الشاف وفي الشونطي وين راح نجيبها عيط لي حبيبي عيط لي هنايا ما تكسرش راسك كاع هاني هنايا نجيك سيرسيت سيرسيت ايماجيني سيرسيت نديروا اتولي كولينار مع خاوتنا الله يبارك الحرفيين افيك بليزير الوغ هنا الحريره تاعنا الله الله شتي كيفاش جات فوالا وهنايا عندك ايضا المتوم نتاعنا وزدنا خدمنا ايضا اللحم الحلو اللي نقدموه بخبز الدار يكون يعني طالع خدمناه هكذا كسير رابيدمون حطيناه هكذا تخدمو يعني كومان غاتو يجي هش اللي خدمناه غير بلا لوفور هذا مخدوم غير بلا لوفور شيميك ما فيش بلا لوفور بولونجير فوالا دونك نحطوه هكذا
انتم يا ناس الخير ان شاء الله ما كناش تقال عليكم، كل الجزائريين اللي راهم يتبعوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن نقول لكم ربي يحفظكم ويردكم سالمين غانمين لوطنكم الام. المرضى الجزائريين ربي يجيب لكم الشفاء وين ما كنتم. سلك الطب تحيه خاصه لنا من عندكم لهنا من قناه النهار الى كل سلك الطب الجزائري، يعطيك الصحه عبد اللطيف خويا امين بارك الله فيك. قعدتك دتنا بلتو شارتيستي كيما شفنا الله يبارك يعطيك الصحه الله ربي يحفظك انت يا وانتم يا ناس الخير بقاو معنا. حاجه ما تنساش دعي لنا بالخير. تحيه الجزائر. سلام السلام عليكم.